وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. بارك لهم على المسرحية. أنا عماد زيادة المنتج بتاع العمل ده، أخ مش صديق يعني، أخويا. فأنا جاي النهاردة أبارك له، وبارك طبعا للفنان محمد رمضان، وقول له ألف مبروك على عمله الأسطورة، وإن شاء الله المسرح كمان أعتقد أنه هيعمل فيه طفرة، وربنا يمكن يكون جعله سبب أن المسرح يعود تاني. أنت عارف المسرح بقاله فترة مش شغال، فقد يعود على قديم محمد رمضان مرة أخرى، وألف مبروك. بنسأل لسه بس العيد في فيلم إن شاء الله لمحمد فؤاد، وإن شاء الله في مسلسل لرمضان القادم بإذن الله. تفاصيله أنا اللي كاتب العملين الحقيقة، والاثنين إنتاجي، وهنعلن عن تفاصيله بعد العيد إن شاء الله. فريدة جدا، اسمه فريدة جدا، لسه حتى هذه اللحظة، عشان كده بقولك هنعلن بعد العيد إن شاء الله. وشوشة، رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوالي.